لهواة الغوص في خليج العقبة مفاجأة فريدة من نوعها تنتظرهم، فهم سيجدون معرضاً لكنه من نوع جديد يحوي دبابات ومدرعات وطائرة هوليكوبتر ومدافع، وكأنه عرض عسكري. هذه الآليات العسكرية وبعد خروجها من الخدمة تم إيجاد دور جديد لها، إذ تحولت تحت أعماق المياه من آلة للحرب إلى موئل للشعب المرجانية وملاذ للباحثين عن مغامرة جديدة. هي مغامرة تحبس الأنفاس بشكل عام في خليج العقبة للتنوع الحيوي الكبير موجود جدا من أسماك ومن مرجان في 27 كيلو اللي موجودات عندنا للأردن. إضافة إلى هذا تم إضافة نوعية واللي هي الحيود المرجانية الاصطناعية اللي بنمو عليها المرجان، مثل السفينة الغارقة اللي عمرها 34 سنة تحت الماء وصار عليها حيد مرجاني كبير جدا وصارت من أهم مواقع الغوص في العالم مش بس عندنا هنا في المنطقة. بالإضافة إلى الطائرة العسكرية C-130 اللي تم إغراقها قبل سنتين والناس ما زالت تيجي عليها من كل أماكن العالم عشان تتفرج تستمتع بالجماليات اللي موجودة عليها. وآخر إشي تم اللي هو المتحف العسكري اللي صار 19 قطعة عسكرية موجودة بتشكيل حربي تحت الماء بشكل جميل جدا، وإن شاء الله موجودة على منطقة رملية وإن شاء الله راح يصير في تنوع مرجاني كبير جدا بسبب المنطقة اللي هي موجودة فيها وسرعة التيارات اللي أسرع من الأماكن الثانية اللي بتأدي إلى نمو المرجان بشكل أسرع. فراح تكون تجربة فريدة من نوعها أنا بعتقد في العالم كله الغوص على المتحف العسكري الجديد اللي موجود عندنا في خليج العقبة. المعرض العسكري الجديد يوائم بين متطلبات هواة المغامرات المائية والمحافظة على الأحياء البحرية. كثير عم بيجينا ريكويست وطلبات من كثير ناس من كثير جهات في العالم حابة كثير تيجي عشان تتفرج وتستكشف هذا المكان. أنا بتوقع بعد سنة سنتين زمان مع وجود التيارات في المنطقة هاي مع نمو المرجان الطري اللي راح يكون بشكل سريع على هاي القطع العسكرية راح يكون عبارة عن متحف جميل جدا، أو خلينا نسميه حيد مرجاني اصطناعي ملهوش مثيل في العالم. الأسلحة الحربية تحولت من دورها التقليدي التدميري بعد أن نفضت عنها غبار الحروب إلى دور نقيض هذه المرة بمنح الحياة للمرجان.